استطاع القطاع العقاري في مملكة البحرين أن يحقق التعافي والنمو خلال عام 2022، متجاوزا بذلك الركود الذي شهده خلال الجائحة العالمية. حجم التداول العقاري حتى نهاية الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.86 مليار دينار بحريني، بزيادة قدرها 3.9%، وانعكس انتعاش القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية في مختلف أرجاء البحرين، لا سيما في ظل صدور قرار إلغاء رسوم البنية التحتية، والذي ساهم في تنشيط الحركة العقارية في السوق وجذب المستثمرين. هذا وأسهمت الحركة السياحية المتنامية في المملكة خلال العام الماضي في دعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير، مما انعكس إيجابا على إيرادات قطاع الضيافة والفندقة بجانب القطاع العقاري.